السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل نهاية رحلتنا في جنة الرحمن في الفردوس الأعلى مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا نبدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، بندعو لوالدي والأخت هدى المصري وشيخنا وحبيبنا الشيخ ابو اسحاق الحويني والدكتور حازم شومان والشيخ مدحت عمار والاستاذ ياسر الهواري، الحاجه خيرات والحاجه سعاد عفر، الحاج محمد عبد العاطي والطفله براءه والطفل مروان شادي سمير والطفل باسل شادي سمير وام سيف زوجة الشيخ مدحت عمار والحاجه هدى عويس اوراني والاستاذ ابراهيم محمد رضا والاستاذ محمد ربيع والحاجه نوال والحاجه ام رابح فريد العزالي وجميع مرضى المسلمين. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم، 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 اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيهم. وبندعو الموتى المسلمين، ندعو لوالدتي والحاجه سيده متولي شاهين والحاج ابراهيم عليوه والحاج جمال حسن والحاج بسيمه حسن ووالدة أخويا وحبيبي الشيخ صلاح الشيخ حازم صلاح أو إسماعيل والأخت نعمة أحمد عبد المجيد والحاج أحمد عبد اللطيف والحاجة فاطمة سيد إسماعيل والحاجة روحية عبد العظيم والمهندس محمد سيد درويش والطفل عمار ياسر ابن أخونا وحبيبنا ياسر أبو عمار اللي هو المنشد اللي بتسمعوا الأنشودة بتاعته في مقدمة البرنامج ومؤخرته، ابن عمار اللي توفي اليوم ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة، والأخ محمد عبد النبي أو عبد رب النبي وربنا يا رب يرحمهم جميعا، اللهم ارحمهم جميعا رحمة واسعة، ربنا يشفي اخونا مشد ويرحم هؤلاء الموتى رحمة واسعة، اللهم ارحمهم رحمة واسعة، اللهم اكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد، اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران، اللهم اسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها ابدا، واتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم امين. اخويا حبيبي، قلنا كل دروس من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، وإحنا ما زلنا مع الفتنة الكبيرة اللي هي أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض، فتنة المسيح الدجال. فتنة كبيرة وفتنة عظيمة جدا من أعظم الفتن، واللي قال كده حبيبنا صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، النبي عليه قال ما بين خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فتنة أكبر أو أمر أشد من إيه؟ من أمر الدجال، يعني أمر الدجال وفتنة الدجال فعلا أكبر فتنة موجودة على وجه الأرض تماما، يعني سبحان الله كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم. بدأنا الحلقة الماضية عن المسيح الدجال، وقلنا إن يا جماعة وإحنا بنبدأ في علامات الساعة الكبرى إن مفيش ترتيب محدد لعلامات الساعة الكبرى، يعني العشرة ورا بعض كده تحديدهم يعني إيه بالظبط، يعني مفيش تحديد دقيق، وإلا ففي بعض العلامات محددة ومعروفة، يعني مثلا على سبيل المثال ظهور المسيح الدجال يتبعه مباشرة نزول عيسى عليه السلام، ونزول عيسى عليه السلام حينما يقتل الدجال يتبعه مباشرة ظهور يأجوج ومأجوج إلى آخر بعض العلامات المرتبة. انما واخر طبعا العلامه تكون نار تحشر الناس الى 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 محشرهم، انما الشاهد في الموضوع ان ما فيش ترتيب دقيق محدد للعشره ورا بعض يبقوا عاملين ازاي، يعني دي اول حاجه قلناها. الحاجه الثانيه قلنا مين هو المسيح الدجال، وقلنا وصف المسيح الدجال ومن اين يخرج وسبب تسميته المسيح الدجال، ذكرنا ده في الحلقه الماضيه، وقلنا يا جماعه ان ادله او من ادله قرب ظهور الدجال ان يتناسى الناس او ان ينسى الناس ذكراه حتى ينساه الخطباء على المنابر كما ذكر الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. وبدانا في المره الماضيه او في الحلقه الماضيه في الحديث عن صور من فتنه الدجال، وبعض الناس قالوا لي طب يا ريت انت اتكلمت عن ثلاث انواع من فتنه المسيح الدجال، يا ريت تعيدهم ثاني عشان نتذكر ونكمل بقى. طب تعالوا نبدا من النهارده ان شاء الله من الاول، يعني في عجاله سريعه كده في 5 دقائق، وبعدين نكمل حلقه النهارده مع المسيح الدجال ومع فتنه المسيح الدجال اللي هي تعتبر اكبر فتنه وجدت على وجه الارض منذ خلق ادم عليه السلام والى ان يرث الله الارض ومن عليها. نبدأ لقائنا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، بعد ما تستحضر كده عظمة ربنا سبحانه وتعالى وقد إيه
ان ربنا سبحانه وتعالى من رحمته انه بلغنا بجميع الفتن سواء من خلال كتابه او من خلال سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عشان نحذر وعشان نحتاط وعشان ناخد بالنا من نفسنا، عشان نعرف ازاي نعتصم بالله سبحانه وتعالى، وازاي ان احنا نعرف قدر الايمان والتوحيد، وقدر ان الانسان دايما من غير ربنا سبحانه وتعالى لا يصلح. الانسان قد يستغنى عن الطعام او عن الشراب مدة من الزمان. انا اعرف اخ لي حبيبي من ابو ظبي، والله كنت عنده مرة وكان عندي دروس هناك، كنت معزوم عنده، كان بيدردش معايا فبيقول ان لي صديق النهارده بقاله 40 يوم لم ياكل لقمه واحده. قلت له ازاي وعايش ازاي؟ قال لي يعني ده نوع من انواع العلاج المكتشف حديثا، ان الانسان يمتنع عن الطعام لمده 40 يوم، فبيتسبب في تجديد خلايا المعده كامله لدرجه ان هو يصبح المعده بتاعته كانها يعني مخلوقه الان، واخد بالك، كانه خلق الان، فتصبح المعده بتاعته ما شاء الله في اعلى كفاءه، يعني ما شاء الله، وما فيش اي مشاكل عنده ولا امراض ولا اي حاجه. وبعدين يبتدي بعد كده يتناول الطعام يعني بالتدريج من خلال طبعا هو بيشرب ميه، يعني يشرب ميه وعصاير وكده، انما ياكل ما ياكلش حاجه خالص، وبيبتدي بعد كده يتناول الطعام من خلال بعض الحاجات، الشوربه، وبعدين مش عارف لسان عصفور، وبعدين مش عارف شوربه خضار، عشان المعده يعني ما بتاكلش بقالها 40 يوم. شايف الموضوع ان الانسان ممكن يستغنى عن الطعام والشراب مده طويله من الزمن، لكنه لا يستغني عن الله طرفة عين أبدا، محال ولا أقل من ذلك. لا يستغنى العبد عن ربه أبدا. ولذلك أنت محتاج يعني، وما يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، محتاج أن أنت تعتصم بالله، وأن أنت فعلا يعني إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، أن أنت لابد أن أنت تستعين بربك وتعتصم بربك وتلجأ إلى ربك وتستغيث بربك سبحانه وتعالى، علشان ربنا يعصمك من الفتن دي. ومن رحمة ربنا انه بلغنا بالفتن دي وبكل الاشياء التي ستحدث من فتن في الدنيا وفي الاخرة عشان نحذر منها. ويعني سبحان الله، يعني لك ان تتخيل مثلا لما ربنا سبحانه وتعالى يحكي لك خطبة هيخطبها ابليس في النار، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم، ها، ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين إيه لهم عذاب أليم. يعني سبحان الله، لما ربنا يخبرنا بخطبة إبليس في النار وإحنا نتذكر كده، يعني إبليس، أنا لو أطعت إبليس هكون معاه وقاعد صف أول قدامه وهو بيخطب الخطبة دي في النار، فتبتدي تحذر من خطوات إبليس ولا تتبعوا خطوات الشيطان. تبتدي بقى بفضل الله سبحانه وتعالى تعمل لنفسك خطة ان انت ازاي فعلا تبتعد تماما عن خطوات الشيطان، وان انت تخطو خطوة خطوة الى طريق الرحمن سبحانه وتعالى. واسجد واقترب وتشوف اي عبادة تقربك من ربنا، وتحاول تسلك الطريق الجميل ده اللي يوصلك لربنا. احنا بنقول احنا الموضوع مش موضوع حكاية هنحكي المسيح الدجال هيظهر ويحصل كذا وشكله هيبقى كذا ويعمل مش عارف ايه ويلف هنا وهنا وما يخشش مكة ولا المدينة ويقتل ازاي. الموضوع مش حدوتة، الموضوع موضوع ان احنا مقبلين على زمن فتن وتمكين، فتن وايه وتمكين. يعني الصورة ما هيش وحشة، الصورة جميلة جدا، بس الصورة محتاجة بذل. الفترة اللي جاية فترة الاعداد لظهور المهدي عليه السلام، وقلنا في الدروس بتاعت المهدي ثلاث دروس، قلنا يا جماعة دورك هيكون ايه، جهزت ايه عشان لما المهدي يظهر تكون انت فعلا قدمت ثمرة وقدمت بذرة وبنيت لبنة في جدار الاسلام، عشان تقول يا رب انا قدمت وبرأت ذمتي يا رب العالمين وقدمت خير كبير جدا وكنت سبب في تمكين الامة الاسلامية بفضل الله سبحانه وتعالى. تقول لي انا، او تقولي لحضرتك هو انا اللي يعني الدنيا واقفة عليه؟ الموضوع مش كده، الموضوع موضوع ان انا لما اقعد افكر لو كل واحد قال انا، يعني هي واقفه عليا انا، ما الكل مش هيبذل، انما لو كل واحد قال سبحان الله قد يؤتى الاسلام وقد يؤتى الاسلام من قبلي، يبقى انا ممكن اكون السبب في هزيمه المسلمين. لا لا لا، ده انا لازم ابذل، فدوت يبذل ودوت يبذل ودوت يبذل والكل يبذل بفضل الله سبحانه وتعالى. لما تلاقي الكل بيبذل هتلاقوا ما شاء الله يعني منظومه جميله جدا من البذل والتضحيه والعطاء، ويكون بسببها التمكين بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، ان احنا نعتصم بحبل الله، وان احنا لا نتفرق ولا يعني نتنازع ولا يعني ولا نتنافس ولا يعني، كل اجتماعنا يبقى من اجل دين بفضل الله سبحانه وتعالى. عشان كده بقول لك ان في الفتره اللي جايه ديت لن ينجو الا من
يعني اعتصم بالله سبحانه وتعالى، ويعني فعلا قدر ان هو بفضل الله سبحانه وتعالى يعني يتزود بالايمان والتوحيد، هو ده هيكون سبب تثبيتك بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا نشوف صور من فتنة الدجال في عجالة سريعة علشان نكمل موضوع الليالي، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قلنا يا جماعة ان المسيح الدجال لما هيظهر هيدعي ان هو اله، خد بالك هيدعي ان هو ايه، ان هو اله من دون الله. من ضمن الفتن خد بالك، وحاشا لله ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الدجال القدرات والامكانيات دي كلها عشان يفتن المؤمنين، ابدا بالعكس. القدرات والامكانيات دي يا جماعه واحفظوا الكلام ده كويس جدا، القدرات والامكانيات التي سيؤتاها او سيعطاها المسيح الدجال ستكون فتنه للمنافقين والكافرين، وستكون تثبيتا لقلوب الموحدين. ليه؟ لان النبي وصف لنا كل حاجه خاصه بالدجال. ده النبي بيقول لا انا اعلم بما مع الدجال من الدجال، يعني بيقول انا اعرف الحاجات اللي ربنا اعطاها للدجال من الدجال نفسه. الدجال نفسه ما يعرفش اللي معاه قد ما انا اعرف اللي معاه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد في الموضوع ان الامكانيات والقدرات ديت النبي حكاها لنا وهتعرفوها دلوقتي. فلما انت تسمع الكلام ده وتحفظه، ويعني لا قدر الله تدرك عصر المسيح الدجال، فاول ما تشوف الامكانيات والقدرات والفتن دي كلها تقول صدق الله ورسوله. الله الله، يعني ولما رأى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، خد بالك وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. يعني انقل المنظر والصورة دي بقى لفتنة الدجال. النبي قال لنا هيحصل كذا ويحصل كذا ويحصل كذا، فعلا هو ده اللي حصل. النبي قال لنا وصف الدجال كذا ويعمل كذا ومش يقدر يخش إلى مكة ولا المدينة ويعمل كذا، فعلا ده اللي حصل. النبي قال لنا عشان ننجو من فتنة الدجال في أسباب معينة هنذكرها في نهاية حلقات الدجال، في أسباب معينة عشان ننجو من فتنة الدجال. فلما عملتها فعلا نجوت من فتنة الدجال، صدقت يا رسول الله. والنبي صادق قبل أي شيء وقبل أن يظهر الدجال، حتى لو لم يظهر الدجال فالنبي هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فبعض الإمكانيات والقدرات التي سيعطيها المولى عز وجل للمسيح الدجال لتكون فتنة أصحاب القلوب المريضة وللمنافقين والكفار، أول فتنة جنته وناره. احنا قلناها المرة اللي فاتت، جنته وناره، معاه حاجة، معاه نهر يشبه النار، يشبه النار بيطلع منه كده ايه نار، والنهر التاني نهر أبيض جميل لذيذ، فاهم ازاي؟ كأنه جنة. جنته هي النار وناره هي الجنة. مين اللي بيقول كده؟ حبيبك ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم. هقول في عجالة سريعة عشان احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت عشان نكمل الحلقة بتاعتنا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، قال معه أي الدجال جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وأخبر النبي عن سبيل النجاة، قال صلى الله عليه وسلم وإن من فتنتي، كما عند ابن ماجه بسند صحيح، وإن من فتنتي أن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستغف بالله. يبقى لا نجاة لنا إلا بالله سبحانه وتعالى، فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف. أدي أول إيه، أول سبب من أسباب النجاة. الرواية الثانية عند مسلم عن حذيفة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنا أعلم بما مع الدجال من الدجال، يعني أنا أعرف من الحاجات اللي مع الدجال أكتر من الدجال نفسه. قال معه نهران يجريان، أحدهما رأي العين ماء أبيض، والآخر رأي العين نار تأجج، فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا. لو شفت الجنة والنار بتاعت الدجال دي، خش في اللي انت شايفها نار، ما تخشش في اللي انت شايفها جنة. ولو دخلت النار دي هتلاقيها جنة. واضح ده كلام مين؟ كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم. فإما أدركن أحد فليأتي الذي يراه نارا وليغمض، عشان ممكن انت بترمي نفسك تلاقي ألسنة نار طالعة هتخاف، فتقول طب انا ارمي نفسي في النار ليه؟ هي مش نار، هي جنة، واخد بالك؟ فعشان ما تخافش النبي قال لك غمض عينيك، غمض عينيك، ثم ليطأطئ رأسه. يبقى أول حاجة لما تجمع بالروايات هقول لك دلوقتي حالا اللي يحصل، يبقى تغمض عينيك وتطأطئ رأسك وتشرب منه فإنه ماء بارد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آخر رواية في الموضوع ده عند مسلم أيضا عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا، فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق، وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب، فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب. اجمع بقى بين الروايات دي كلها، عايز أسهل الموضوع كده.
لامهات الغاليين اللي قاعدين قدامي واباء الافاضل اللي قاعدين قدامي والناس الجمال البسطاء اللي بنحبهم من كل قلوبنا علشان يفهموني ان لو حصل ولا قدر الله ادركنا زمن الدجال، وانا مش عايز اقول لا قدر الله لان زمن الدجال هو نفسه زمن المسيح ابن مريم عليه السلام وزمن المهدي عليه السلام، يعني هو زمن فيه حاجات وحشه، فيه حاجتين وحشين قوي، الدجال ويأجوج ومأجوج، والاثنين ان شاء الله ربنا هيمكننا منهم، لكن في الزمن ده اجمل 7 سنين في الكون ده كله مرت على البشريه باستثناء بقى زمن النبي عليه الصلاه والسلام، ده اجمل زمن بالنسبه لنا احنا يعني، لكن اقول يعني زمن الرخاء اللي هتمر بالبشريه اجمل زمن هيمر بالبشريه كلها 7 سنين اللي هيكون فيها سيدنا عيسى ابن مريم موجود عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والتسليم. نبقى بالجمع بين الروايات، لو ادركنا الدجال وشفنا معاه جنه ونار، نهر بيطلع نار ونهر عذب ابيض جميل، نعمل ايه؟ النبي قال لك بقى اول حاجه تستغيث بالله، تستغيث بالله لان انت مالكش غيره، مالكش غير ربنا سبحانه وتعالى، لا ملجا ولا منجا من الله الا اليه، لا حول ولا قوه الا بالله سبحانه وتعالى، فليستغف بالله اول حاجه رقم 1. يا ريت تكتب معاه والله، يا ريت يا جماعه اكتبوا الحاجات دي، حاجات جميله جدا وبسيطه وحلوه، ودي اسباب نجاه بقى من فتنه الدجال اللي هي اكبر فتنه. يعني النهارده لما بنيجي نقول ايه؟ انفلونزا الخنازير، وطالع انا بقول لك يا جماعه الخير انا راجل طبيب مثلا يعني، وبقول لكم على وصفه جميله جدا تعمل وقايه لاولادكم من انفلونزا الخنازير، هتلاقي كله جايب ورقه وقلم وبيسمع، وممكن يسمع اعاده البرنامج، وممكن يحمل البرنامج، وممكن يسجله، وممكن يخش على النت، وهو ليه؟ عشان النجاه من ايه؟ من فتنه انفلونزا الخنازير. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان ما فيش فتنه على وجه الارض اشد من فتنه الدجال، فمن باب اولى بقى نحضر ورقه وقلم ونكتب لما نقابل الدجال نعمل ايه. خد بالك في نجاه، اسباب نجاه عامه، خد بالك وركز معايا وركزي معايا، في اسباب نجاه عامه من الدجال كله، من كل فتن الدجال، لكن في نجاه خاصه من الفتنه دي بالذات. فانا هذكر لك دلوقتي اسباب النجاه الخاصه من فتنه ايه؟ نار الدجال وجنه الدجال. قال صلى الله عليه وسلم، او بالجمع بين روايات الاحاديث، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أول حاجة تعملها لما تشوف جنة الدجال ونار الدجال، أول حاجة تستغيث بالله، تلجأ لربنا سبحانه، تطلب من ربنا إن ربنا ينجيك. عارف ليه تطلب من ربنا إن ربنا ينجيك؟ والله حاجة حلوة قوي جميلة جدا، شوف النبي بيعلمنا بقى صدق التوكل واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. الله، طب أنا ممكن أقرأ فواتح الكهف وأغمض عيني وأطقطق رأسي وأشرب من المية وأرمي نفسي في الإيه؟ في اللي فيها نار وألاقيها جنة، لكن لو ربنا مش مقدر برضه هتبقى فتنه ليه؟ وممكن اضيع. ما هو بيقول لك وانت خارج من بيتك، اخرج من بيتك كده وخد باسباب النجاه، وانت معدي الرصيف بص يمين وشمال لحسن تكون العربيه جايه، وانت بتشغل عربيتك كده وطالع بيها، اول ما تطلع تبص تظبط مراياتك عشان تاخد باسباب النجاه لكن حتى لو ربنا مش مقدر لك النجاه وانت خدت بكل اسباب النجاه، ممكن تعمل حادثه. صح؟ مش بيقول لك ساعة القدر يعمل بصر؟ فعلا بيحصل. يعني انا مرة شفت حادثة عجيبة جدا، العربيات جاية كده، فالواحد لما يجي يعدي الرصيف يعمل ايه؟ يبص كده، واحد راح معدي وبص الناحية التانية، راح على طول متشاط. سبحان الله، طب ايه اللي خلاه بص كده مع انه عارف العربيات جاية كده؟ هي كده، خد بالك. انت بص لواحد ماشي وما شاء الله وحريص جدا ونظره 6/6، وربنا عارفين عافيك، ومعدي من على مزلقان قطر، واضح المعنى ده، وصوت القطر، شوف صوت القطر بقى وهدير القطر والكلاكس بتاع القطر اللي هو ممكن يعني يخرم طبلة الودن، ورغم ذلك لا سمع الكلاكس بتاع القطر ولا سمع صوت القطر ولا خد باله ان في قطر جاي، وراح القطر، ربنا يعفينا عافيك. هي دي المسألة، ان انت لو ما اعتصمتش بالله فلا نجاة لك الا بالله، هتضيع. لازم تعتصم وتلجأ. عشان كده النبي بيعلمنا الحتة ديت. ما كان النبي، خد بالك من حاجه، كان النبي ممكن يقول لك ايه؟ اعمل الوصفه دي وخلاص وهتنجو، لكن بيعلمك الاول ان انت ايه؟ ان انت لا نجاه لك الا بالله، الا بالله. الله اكبر. حتى في الهدايه النبي شوف يقول ايه؟ اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ده مين اللي بيقول كده يا جماعه؟ ده حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سيد المهديين صلى الله عليه وسلم، اعظم صاحب اعظم واطهر قلب في الكون ده كله، بيقول لولاك يا ربي ما كناش اهتدينا ولا قدرنا نتصدق ولا نصلي. ده مين ده؟ صلى الله عليه وسلم. فهي المساله ديت ان انت تلجا لربنا. الصحابه كانوا بيستخيروا ربنا في شراك النعل،
عارف حضرتك الواحد اعزك الله رايح يشتري مؤاخذة يعني انا اسف رباط حذاء، رباط حذاء هو ده محتاج استخاره، كانوا بيستخيروا ربنا اروح اصلي ركعتين استخاره عشان اشتري رباط حذاء، فربنا يوفقني للرباط حذاء يتربط الحذاء كده ربطه كويسه فاقدر امشي فاروح واقضي مشاويري وللصلاه وللجهاد وصله الرحم ويفضل الرباط سليم. واضح؟ عشان النهارده ممكن واحد يكون رايح يشتري عماره بخمسة ستة مليون وتقول له استخير ربنا، استخير ربنا ليه؟ ما انا سالت اهل الخبره فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، سالت اهل الخبره قالوا لي العماره ما شاء الله موقع زي الفل، اشتريها النهارده بخمسة مليون بفضل الله سبحانه وتعالى بعد سنه بالظبط ضعف 7 مليون. حصلت مع واحد قدام عينيا اشترى عماره كبيره بخمسة مليون وقال يعني ده واحد صاحبه بيقول له بيقول له استخير ربنا قبل ما تشتري، استخير ليه؟ عماره زي الفل وموقع ممتاز والدنيا جميله وحلوه خد بالك، وبعدين دي بعد سنه دي جيب لها 7 8 مليون. انا مش خسران حاجه، انا بسقع فيها كده بلغه التجار يعني، وبعد سنه هتتباع بيعه حلوه قوي ويقدر ربنا سبحانه وتعالى. هو اشتراها من هنا والبورصه اتضربت من هنا، ام 5 مليون بقت جايبه له ايه مليون ونص. هي دي المساله. فرايح فين يا جحا؟ قال لهم راح اشتري اعزكم الله راح اشتري حمار. طب ما تقول ان شاء الله؟ قال لهم قولوا ان شاء الله ليه؟ فلوس في جيبي والحمير في السوق. راح عشان يشتري اتسرق وهو راجع، فين الحمار يا جحا؟ قال لهم الفلوس اتسرقت ان شاء الله. يعني هي دي المساله واخد بالك؟ فاحنا يعني ايه؟ يعني احنا يعني ربنا يكرمنا وننجو ان شاء الله. يعني احنا فعلا لا نجاة لنا الا بالله، عشان كده شوف حبيبك معلش انا بطول في الحتت ديت لان حاجات مهمه جدا، حاجات ان احنا نغرس العقيده والايمانات في قلوب الناس، دي مساله مهمه اهم من ان انا احكي لك قصه الدجال. انا عايز اقول لك ان انت في كل يعني انت عارف لما اتكلمنا فاكر لو حضرتك فاكر لما اتكلمنا عن انواع الذكر، انواع ذكر الله سبحانه وتعالى، انا عايز اذكر ربنا كل ما يتبادر للذهن دلوقتي امي الغاليه اللي قاعده قدامي اللي بيتبادر للذهن امي دلوقتي ان انا لما اقول لحضرتك اذكر ربنا تقول لا اله الا الله ربنا يكرمك يا ابني، طب سبحي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه، دي الباقيات الصالحات الجميله بقى اللي اجمل من الدنيا واللي فيها. لكن انا عايز اقول حاجه، احنا قلنا ذكر المولى عز وجل كم نوع؟ قلنا خمس انواع واضفنا له نوع سادس ذكره الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه. قال ايه؟ قال ان ذكر المولى عز وجل خمس انواع. ذكر الله عند ورود الامر، جالك امر بالصلاه قمت تصلي انت ذاكر لله، جالك امر بالحجاب اتحجبتي انت ذاكره لله، واوعى تنسي بقى تجدد البيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله عند ورود النهي. عفوا. جاني نهي عن شرب الخمر، جاني نهي عن قطيعه الرحم، نهي عن عقوق الوالدين، فلما انتهي فانا ذاكر لله. النوع الثالث ذكر الله في الاحوال والمناسبات، داخل البيت خارج البيت عند رؤيه الرياح عند رؤيه الهلال ذكر الله، ادي ثالث نوع. رابع نوع ذكر الله المقيد بعدد، الذكر ده بقوله 33 مره، ده بقوله 100 مره، ده بقوله 3 مرات، ده بقوله 7 مرات، ده بقوله مره واحده، يبقى انا ذاكر لله. ذكر الله المطلق ده النوع الخامس، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يقوم الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه، والامام ابن القيم قيم الكلام كما ان الامام الذهبي ذهبي الكلام، بيقول ايه بقى؟ بيقول لكن اعلى واجل انواع الذكر، وركز معاه بقى في الحته الجميله بقى الروحانيه الحلوه دي، أن يكون الله منك على بال دائما، اللي هو مصداق لقوله اللهم ذكرنا بك فلا ننساك أبدا. الله، إن أنت ما تنساش ربنا خالص، آخر مذكور قبل أن تنام هو الله، ثم قايل أذكار النوم وتنام، وأول مذكور عندما تستيقظ هو الله، فلما تقوم من النوم خد بالك تذكر المولى عز وجل. وده كان من اسباب ان ربنا ما يجعلش الشيطان يتسلط عليك، كان من ضمن ثلاث اسباب الذكر. يعقد الشيطان على مؤخره راس احدكم كل ليله ثلاث عقد، يضرب عليك ويقول عليك ليل طويل فارقد، اوعى تقوم. فاذا قام العبد خد بالك ده فذكر الله انحلت عقده، دي اول حاجه. فاذا توضا انحلت الثانيه، فإذا قام وصلى
انحلت عقده كلها فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا لو عملش كده أصبح خبيث النفس كسلان. فالشاهد في الموضوع إن إحنا ما ينفعش نستغنى عن ربنا طرفة عين في كل خطراتك ولحظاتك. خارج رايح شغلك اعتمد على ربنا واذكر ربنا، وطول ما انت ماشي معطل لسانك ليه؟ ايه اللي مخليك معطل لسانك؟ صاحبك خليه يذكر ربنا وانت تذكر ربنا، بدل الغيبة والنميمة وسيرة الناس اقعد اذكر ربنا. ذكر الله شفاء وذكر الناس داء. فانت اذكر ربنا، املأ قلبك وحياتك كلها بذكر الله سبحانه وتعالى. اذكر ان كان ليا صديق، ربنا يا رب يكرمه يا رب يبارك في عمره، كان مرة في غرفة العمليات والله يا اخوة، وكان متبنج بنج كلي. فلما بسأل الدكتور اللي كان بيعمله العملية، فقال لي صاحبك ده يعني أعجب إنسان رأيته في عمري كله. خير يا دكتور؟ قال لي تخيل العملية استغرقت حوالي 5 ساعات. بيقول لي خلال ال5 ساعات لم يفطر لسانه عن ذكر الله وهو متبنج وغايب عن الدنيا. قلت له أنا يعني لا أكذبك، أنا أصدقك في الكلام ده، لأن هذا الإنسان أنا لما بتكلم معاه لا يتكلم معي إلا وهو يذكر الله. يعني وأنا بكلمه فأثناء ما أنا بناقشه في موضوع هو بيسمعني وبيذكر ربنا. أنا بكلمه هو سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله، وبيبتسم كده وبيسمعني. فلما يعوز يتكلم يتكلم شوية وبعدين يترك لي الكلام، فلما أنا ابتدي أتكلم هو يذكر ربنا. فهو قلبه مشغول بالله ليل ونهار عمال بيذكر ربنا سبحانه وتعالى. فلما كان متبنج ربنا يسر له ان اللسان دوت يشتغل لوحده بذكر الله، والملائكه عماله تايد وهو نايم. وكتير من الناس الطيبين اللي اعرفهم يقولوا له والله، يقول لي يعني ساعات بقلق بالليل كده، دايما اقعد اسال بعض الشباب ليه؟ لسبب بسيط، لان كل اللي قابلني ادعي لي ايمانياتي بقت في الحضيض، ادعي لي ربنا يهديني، ادعي لي ده انا تعبان ايمانيا، ادعي لي. قلت يا جماعه ما فيش حد فيكم يفرح، يعني ما فيش حد يقول ادعي لي ربنا يثبتنا على الحاله الايمانيه الجميله اللي انا وصلت لها. فلقيت بعض الناس ابتدوا يتكلموا، فمنهم من كان يعني يقول لي والله الحمد لله رب العالمين، انام على وضوء وعلى ذكر، اقوم بالليل اقلق كده الاقي لساني لوحده بلا يعني ده يعني من غير ما اعمل اي حاجه لساني لوحده شغال بذكر الله. الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نرجع لموضوعنا، فالنبي بيعلمنا ان احنا ما ينفعش ان احنا ننسى ربنا في اي حاجة. انت هتتجوز استخير ربنا، الجأ له، اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم فان كنت تعلم ان فلانه بنت فلان مثلا خير لي في دين ودنيا، الى اخر دعاء الاستخاره المعروف. فبتلجأ له، الدعاء كله من اوله لاخره انخلاع من الحول والقوه الى حول الله وقوته. فبتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله، ولذلك كان لا حول ولا قوة إلا بالله، كان كنز من كنوز الجنة، كنز من تحت عرش الرحمن سبحانه وتعالى، كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. أنت بتنخلع من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته. فالنبي بيقول لك إيه أول حاجة تعملها لو شفت الدجال؟ تستغيث بالله، مش تقول الحمد لله انا مش حافظ بقى فواتح الكهف وبس، لا ده انا حافظ سوره الكهف كلها والاسراء كمان، يعني فاهم ازاي؟ يعني فهو بيقول لك يعني انا معتمد على ان انا الحمد لله انا ايماناتي زي الفل. زي كتير من الشباب بيقعوا في الفتن بسبب ايه؟ ان هو واثق جدا من نفسه، والشيطان بيخش له من هنا يقول انت مش عايز تبص ليه على البنت اللي ماشيه دي، ده انت ايمانياتك ما شاء الله عليك زي الفل، انت فاكر ان اللي زيك انت ممكن يتفتن بسبب دي؟ يا راجل ده غيرك اللي يتفتن، انت ما شاء الله انت قلبك ده مليان حاجات زي الفل. فيبص، فتبتدي الصوره تتعمل قوب كده في القلب، ويبتدي يصلي يلاقي الصوره طلعت على عينيه. خد بالك، صوره في الثانيه في الثالثه، ولا تتبع خطوات الشيطان يلاقي نفسه ضاع. لما تعمل ايه؟ تعتصم بالله، تلجأ لربنا، ترجع لربنا. يبقى اول حاجه نعملها عند رؤيه الدجال، اول حاجه وانت مغمض عينك كده تستغيث بالله، تلجأ له، تقول له ماليش غيرك، انا مذاكر وحافظ وعارف النبي قال لي ايه ومذاكر كويس جدا، بس كل ده مش هينفعني الا لو انت اردت انه ينفعني. واضح؟ لو ربنا اراد ان الحاجه دي تنفعك والله هتنفعك، ولو ما اردش والله ما هتنفعك، رغم انها ايه ده انت هتعمل ايه ده انت تقرا صفات الكهف.
وهتعمل وهتسوى، لكن من جواك اعتقدت عشان بس كلامي واضح، ان الحياة ديت هي اللي هتنفعك من دون الله، مش هتنفعك. انما لو اعتقدت ان المولى عز وجل هو الذي ينفعك من دون كل شيء سينفعك. تخلي ايه؟ خلي عندك استحضار كده لعظمة ربنا. اول حاجة تستغيث بالله عشان تنجو من جنة الدجال او ناره. تاني حاجة تقرأ فواتح سورة الكهف، ادي رقم 2. رقم 3 تغمض عينيك. رقم 4 تطأطئ رأسك وتشرب. رقم 5 تلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها ماء عذب فرات بإذن الله جل وعلا. قلنا الفتنة الثانية الدجال، وفتنة برضو كبيرة جدا يا جماعة، سرعة انتقاله بين البلدان. فاكر حضرتك لما النبي يعني لما أمنا عائشة بتحكي قصة الإسراء والمعراج، خد بالك إن النبي لما سيدنا أنس عفوا بيحكي قصة الإسراء والمعراج، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما ركب البراق ده ده, ده 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 حاجة يعني دابة أكبر من الحمار أعزكم الله وأقل من البغل، حجمها كده كما ورد في الحديث. سبحان الله لما النبي ركب البراق سرعته كانت عاملة إزاي؟ خطوته عند منتهى طرف، يعني مثلا لو ان البراق ده ماشي في صحراء فبص في اول بصه جايبه 30 كيلو، دي خطوه، يبقى خطوته عند منتهى البصر. ولذلك هم كفار قريش انكروا على النبي ايه؟ قالوا له يعني احنا نقطع اكباد الابل من مكه الى المسجد الاقصى او الى بيت المقدس في شهر كامل وانت في جزء من الليل أسري بك من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى؟ مين يقول الكلام ده؟ خد بالك هم مش مصدقين، مش مستوعبين الموضوع، لأن الموضوع فعلا فوق خيال البشر. لكن هو مدام الموضوع ملوش دخل بالبشر، إيه سبب الإنكار؟ هو ربنا قال إيه؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، يعني جزء من الليل. يبقى مين اللي أسرى به؟ الله. ومدام الله هو الذي أسرى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبقى لا حساب ولا زمن، بس خلاص الموضوع منتهى. انت بتحاسب مين؟ بتقول حسابات وزمن مش عند ربنا، مش بتاعته. لا، يعني ما ينفعش تعمل حسابات مع الله. ما ينفعش تقول ان لما ربنا سبحانه وتعالى أسرى بعبده نبينا صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام المسجد الأقصى في كام ساعة، السرعة كانت ايه بتاعت البراق، ما ينفعش تقول كده، لأن الذي يسر هذا هو الله. والمعراج يعني ما شاء الله، شوف بقى ده هو النبي عليه الصلاة والسلام كلمهم عن الإسراء، ما كلمهمش عن المعراج، لأن إذا كان هو كلمهم عن الإسراء فما صدقوش. أمال لو كلمهم عن المعراج بقى وإنه عدى بقى سدرة المنتهى بقى صلى الله عليه وسلم ووصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام، واخد بالك، وكلم ربه جل وعلا وفرضت عليه الصلاة الخمس وكانوا 50، وفضل يعني ينتقل ما بين موسى عليه السلام إلى ربه جل وعلا، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق، خدت بالك، لحد ما وصل 50 بقوا 5 بأجر 50. فلما تيجي تبص الموضوع، الله إيه السرعة دي كلها في جزء من الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم يعرج به إلى السماوات السبع إلى سدرة المنتهى، ثم يرجع في جزء من الليل، خد بالك. فالموضوع غير مش طبيعي فعلا. فتخيل بقى ان المسيح الدجال ربنا هيعطيه قدره يعني في اعتقادي لا تقل عن سرعه البراق، سرعه غير عاديه. انت بتقول انا قاعد في القاهره، الحمد لله الدجال موجود مثلا فين؟ مثلا موجود في اي بلد من البلدان، في قاره اسيا، في افريقيا، في اوروبا، في اي بلد. فبتقول الحمد لله بعيد عننا، فجاه تلاقيه عندك، واخد بالك انه بينتقل بسرعه غريبه جدا. هم سالوا النبي، والحديث رواه مسلم، سالوه يا رسول الله وما اسراعه في الارض، سرعته عامله ازاي؟ قال كالغيث استدبرته الريح. شفت كده المطر نزل وفي ثواني الريح، هو كده سرعته عامله زي الريح، هوا يعني حاجه سرعه غير عاديه. فبينتقل من بلد لبلد وهيلف الدنيا كلها، لكن ما يقدرش يخش الى مكه ولا المدينة. ايه السبب؟ هنعرفه طبعا من خلال ايه معايشتنا لقصة الدجال. ثالث فتنة قلناها استجابة السماء والارض بامر الدجال، ودي قدرة ربنا اللي يحطها له، ربنا اللي يديله القدرة ديت
فتنة للمنافقين وأصحاب القلوب المريضة والكفار و لكنها تثبيت لأهل الإيمان بفضل الله سبحانه وتعالى. نقرأ الحديث بسرعة كده. قال صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم: فيأتي يعني الدجال فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له. خد بالك هيكفروا بالله هيؤمنوا بأن الدجال ده هو الله. فيأمر السماء فتمطر خبر أبيض ويأمر الأرض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم، تروح يعني ترجع آخر النار، سارحتهم للمشية التي إيه؟ التي تسرح أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، يعني ترجع المشية بتاعت الناس دولت مليانة وسمينة والضروع بتاعتها مليانة لبن وصحتها 10 على 10. ليه؟ فتنة إنهم آمنوا بالدجال أنه الله وكفروا بالله سبحانه وتعالى. ففتنة ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ اللي هي فتنة الاستدراج، إن ربنا يستدرج هؤلاء، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، يؤمنون بالله ويكفرون بالدجال، يقول أنت كذاب أنت دجال. لأن زي ما قلنا في الحديث في المرة اللي فاتت إن مكتوب من ضمن مواصفات الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب. أي واحد من أهل الإيمان ربنا ملأ قلبه بالإيمان سواء كان أميا أو كان قارئا أو كان مثقفا أو كان جاهلا، خد بالك سيقرأ كلمة كافر بين عيني الدجال. أما المنافقون والكفار هؤلاء لا يقرأونها ولو كان معهم رسالة دكتوراه. شوف الفتنة عاملة إزاي. فهنا فيدعوهم فيردون عليه قولا، ما هم شايفين كلمة كافر في وشه، فينصرف عنهم. شوف بقى الفتنة، فيصبحون ممحلين. شوف اللفظ، خلاص مش حيلتهم حاجة بالمرة، الأرض أجدبت والماشية عضمت وما فيش لبن في دروع الماشية والدنيا عندهم خربت. فقال ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة، أرض خرابة خد بالك، فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل كذكور النحل أو جماعات النحل. حضرتك متخيل ده جاي واقف مع ناس وبيقول لهم أنا الله، فبيقولوا إزاي أنت ربنا؟ قال لهم أثبت لكم؟ قالوا له آه. قال لهم لو أمرت السماء إنها تمطر هتمطر دلوقتي. فيأمر السماء، والناس واقفين، يأمر السماء يا سماء أمطري، تنزل أمطار زي السيول. تخيل حضرتك لو واقف مع واحد وبيقول لك تحب أخلي العربية اللي جاية من هناك ديت تتقلب وأنا بشاور لها كده؟ تقول له إزاي يا عم وأنت بتشاور لها كده تتقلب؟ يقول لك إيه رأيك تحب تدخل معايا تحدي؟ يقول ماشي. فراح بص العربية كده وراح بشاور بصباعه كده فاتقلبت. يا نهار أبيض، تخيل بقى لو هو في الوقت ده قال لك أي حاجة عنه هتصدقها؟ إنها فتنة كبيرة، حاجة مش في إمكانيات البشر أصلا. فلك أن تتخيل دي عربية، التانية بقى دي سماء، سماء خد بال حضرتك بيقول لها يا سماء أمطري فتمطر السماء، ويروح باطس للأرض. أنتوا إيه اللي ناقصكم يا جماعة؟ والله إحنا ناقصنا كتير قوي، مفيش لا أكل ولا شرب ولا خضرة ولا فاكهة ولا. أنت نفسك في إيه؟ نفسي في البطيخ. وأنت نفسك في إيه؟ نفسي في الشمام. وأنت في نفسك في المانجا، وأنا نفسي مش عارف في إيه، وواحد نفسه مش عارف في أي حاجة. يقول طيب يا أرض طلعي مانجا ومشمش وشمام وبطيخ ومش عارف إيه، وفوق ده كله شوية كده تين شوك عشان خاطر حبيبنا يعني حاجة كده من عندي. فتطلع كل اللي هو طلبه في ساعتها بدون بقى حرث ولا زرع ولا سقيا ولا أي حاجة ولا سماد ولا نيوترين ولا الكلام ده كله. فتنة كبيرة جدا. يبص الأرض خرابة والناس واقفين معاه يا جماعة، الناس واقفين معاه، ويبص الخرابة يقول لها إيه؟ طلعي كل الكنوز اللي جواك. الناس واقفة يلاقوا التراب، التراب والأرض الخرابة دي كلها عمالة بتطلع ذهب فضة منجنيز فوسفات مش عارف فوسفور، كل الكنوز عمالة تطلع. أهل الكفر والنفاق يؤمنون به أنه الله، وأهل الإيمان رغم كل الفتن دي كلها يقولوا أبدا أنت المسيح الدجال. ربنا سبحانه وتعالى عرفنا وصفك من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم. فدي الفتنة الثالثة. وهنا بقى درس جميل قوي في العقيدة، النبي بيلقي في قلوب الصحابة وفي قلوب الأمة صلى الله عليه وسلم. إن بعض الناس ممكن يقعد يقول دلوقتي طب دي مشكلة،
واحد معاه جنة ونار بينتقل بين بلدان العالم كلها من غير لا تأشيرات ولا مشاكل ولا أي حاجة، يعني زي الباشا كده يخش ويخرج ما عدا مكة والمدينة، واخد بالك؟ طيب ومكة والمدينة ليه؟ اشمعنى مكة والمدينة؟ لأ، لأن هو نفسه الدجال هيقول، هتسمع في حديث عجيب جدا، حديث طويل وعجيب وغريب وجميل جدا، حديث تميم الداري هحكيه لكم كمان شوية، إن الدجال هو بنفسه هيحكي إن هو ما يقدرش يخش مكة ولا المدينة، لأن ربنا هيجعل على مداخل مكة والمدينة ملائكة بأيديها سيوف، لو قرب الدجال هيتقطع حتت، فممنوع. طيب ما مكة والمدينة ممكن يكون في الوقت دوت، في وقت الدجال ده ممكن يكون فيها بعض المنافقين. أيوه هيكون فيها بعض المنافقين، هيخرجوا إزاي؟ ربنا هييسر إن زلزال يحدث، والزلزال دوت يمشي وراء أقدام المنافقين فقط، يعني المؤمن يبقى كده ما يحصلوش ولا يجي جنبه زلزال، والزلزال يتتبع خطوات المنافقين يجروا منه لحد ما يوصلوا بره ويقابلوا الدجال، فلا يرجعوا إلى المدينة، فالمدينة تنفي خبثها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك لا يمكن ومستحيل أن يموت ويدفن في المدينة إلا واحد مؤمن صادق الإيمان، لأن هؤلاء الذين يدفنون في البقيع في المدينة هؤلاء هم أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فأول من تنشق الأرض عن النبي صلى الله عليه وسلم وحوله دفناء البقيع صلى الله عليه وسلم. تعالوا نشوف درس العقيدة الجميل اللي النبي قاله في الحتة دي بالذات، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نتعايش بقلوبنا مع قصة المسيح الدجال وفتنة المسيح الدجال. النبي عليه السلام بيلقي درس في العقيدة هنا، درس خطير جدا جدا، عشان تستشعر ان فعلا يا جماعة مفيش شيء في الكون ده كله ممكن يضرنا الا اذا كان ربنا مقدره سبحانه وتعالى. كانوا مخوفين الناس الحج اللي فات ده ان هم يروحوا يحجوا، قالوا يا جماعة وانفلونزا الخنازير و ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان ناس كتيرة ملايين راحت، وكان يمكن اكتر عدد في اكتر سنة ناس تروح تحج كان المرة دي، ورغم ذلك ربنا عافاهم. وواضح المعنى اللي اقصده، ان واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك فلن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الموضوع منتهى يا جماعة، فيش حد في الدنيا يقدر يضرك إلا إذا كان ربنا مقدره، ومحدش في الدنيا يقدر ينفعك إلا إذا كان ربنا مقدره. فالنبي عليه السلام أحد الصحابة اللي هو المغيرة بن شعبة بيقول لك ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، محدش سأل النبي عن الدجال أكثر مني، أنا أكثر واحد سألته. فقال وما سؤالك؟ تسأل في إيه يعني مغيرة؟ يعني بيسأل كتير جدا في موضوع الدجال، فأنا ما عايز أقوله أنت في إيه اللي يعني عايز تقول، عايز تسأل عن إيه؟ قال إنهم يقولون معه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء. دي مشكلة، يعني عايز اقول له ان الاكل والشرب والدنيا كلها هتبقى في ايد الدجال، هيأمر السماء هتمطر، هيأمر الارض هتنبت، هيأمر الارض الخاربة هتطلع كنوزها، معاه جنة ونار بيتحرك في الدنيا زي ما هو عايز كأسرع من الريح، يعني بالبلدي كده بيمر على الناس اللي بيؤمنوا بيه المواشي بتاعتهم بتسمن والارض بتطلع بركتها حاجات كده، فاهم ازاي؟ واللي ما بيؤمنش بيه بيصبحوا ممحلين ولا معهم اي حاجه. طب هنعمل ايه في الوقت ده؟ او الناس هتعمل ايه؟ ما هو سيدنا المغيره لن يدرك هذا الزمان. فقال له صلى الله عليه وسلم هو اهون على الله من ذلك. الله، درس جميل قوي قوي في العقيده. هو الدجال ده اهون على الله من ذلك، يعني هو اهون على الله من ان ربنا يديله امكانيات تفتن المؤمنين او تشككهم في قدرة الله. أبدا، بالعكس، ده الإمكانيات والقدرات اللي ربنا هيدهاله دي هتكون سبب تثبيت المؤمنين وإن هم يزدادوا إيمانا وثقة في وعد الله ووعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهي ما أنا بقول لكم، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتثبيتا. يا جماعة يا جماعة الموضوع خطير جدا. 10,000 كافر جايين محوطين المدينة، ويهود بني قريظة خانوا العهد مع النبي وهيفتحوا الأبواب الخلفية للكفار دولت، هيخشوا عشان يقتلوا النبي والصحابة، ورغم ذلك الصحابة يقولوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. ايه ده؟ يبقى اذا الفتن ديت تخلي المؤمن يزداد ايمانا وثباتا ويقينا، لكنها تجعل المنافق يزداد نفاقا وتجعل الكافر يزداد كفرا. واضح المعنى اللي عايز اوصله؟ فالنبي بيقول له هو اهون على الله من ذلك. ما تخافوش يا مؤمنين، ما تخافوش يا مؤمنين، سواء كنتم ناس علماء او ما انتش علماء، سواء كنت متعلم ومثقف او كنت جاهل، ما تخافش ما دام قلبك موصول بالله، وما دام قلبك عمران بالايمان بالله والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، اكيد ستنجو من فتنه الدجال بفضل الله. اولا ان انت تعتصم بالله سبحانه وتعالى. الفتنه الرابعه للدجال ان الدجال هيستعين بالشياطين. ده هو محتاج، ده هو في حد، هو لوحده يعني يعمل، ممكن يعمل مسابقه كده، مسابقه يعني بينه وبين ابليس يعني، فاهم ازاي؟ هو مش محتاج، ورغم ذلك كان يستعين الدجال لما يظهر يستعين بالشياطين. هل الدجال موجود؟ اه موجود، حي لحد الان، من ايام النبي لحد الان هو حي. طب ازاي يعيش الزمن ده كله؟ هو ربنا اللي مقدر كده، ربنا اللي مقدر يعيش الزمن ده كله ويظهر في اخر الزمان، ثم يقتله المسيح ابن مريم، عيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام. حديث رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح ان النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عن الدجال: وان من فتنته ان يقول للاعرابي، رجل اعرابي بسيط امي لا يعرف الكتاب ولا القراءه، بيقول له ارايت، ان الدجال بيقول ايه؟ هيقول للاعرابي دوت ارايت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ خد بالك الأعرابي ده أبوه وأمه ماتوا من سنين طويلة. تخيل حضرتك كده، ربنا عفونا عفيك، واحد يجي يقول لك تحب أبوك وأمك؟ تقول يا سلام، هو أنا كان عندي أغلى منهم، الله يرحمهم رحمة واسعة. تحب إن أنا أحييهم لك دلوقتي؟ تخيل حضرتك لو واحد جه بيقول لك تحب احيي لك امك وابوك اللي انت اتحرمت منهم بقالك 40 سنه؟ خبر ابيض، تقدر؟ ايوه اقدر. تحب؟ فيقول طبعا احب. فيتمثل، خد بالك، شيطانان، اتنين من الشياطين، شيطان ذكر وشيطان انثى، الخبث والخبائث. الخبائث اناس الشياطين، فيتمثلان في صوره ابيه وامه. العربي يبص كده يلاقي ابوه وامه جايين عليه، هم مش ابوه وامه، هم اتنين شياطين تمثلوا وتشكلوا في صوره ابوه وامه، فجايين له يقولوا له يا بني اتبعه فانه ربك. يلا يا حبيبي توكل على الله، يلا روح اعبده، هو ده ربنا. لكن سبحان الله، ربنا ده اللي بيثبت في الوقت ده، يعني فتنه كبيره صحيح. واحد جاي بيقول لي شفت انت كنت تحب امك ازاي؟ احيها لك دلوقتي. فتطلع الام يا شيطان، مش امي، شيطان تمثل في صوره امي، تقول لي يا ابني حبيبي يا ضنايا اتبعه، هو ده ربك. شوف الفتنه عامله ازاي، ادي فتنه. الفتنه الخامسه، ودي فتنه عجيبه جدا جدا، من يعني اقول لك ايه، من اشد الفتن كمان ايضا بتاعه الدجال، انه هيجيب شاب ويقتله ويقسمه نصين ثم يحييه باذن الله. طبعا كل ده يا جماعه، كل ده مش هيحصل الا باذن الله. ما انا بقول لك ربنا هو اللي اودع فيه الامكانيات العجيبه دي كلها علشان تكون فتنه للكفار والمنافقين وتثبيت وزياده ايمان للمؤمنين. يا مؤمنين، عشان كده بقول لك لازم ايمانك يزداد كل يوم. واحد من اصحاب الامام احمد بن حنبل رحمه الله رحمه واسعه بيقول: صحبت الامام احمد 20 سنه فما وجدته الا في كل يوم في زياده. كل يوم، كل يوم في زياده ايمان، كل يوم في زيادة ورد من عبادة، صلاة، عبادة، صيام، ذكر لله، قراءة قرآن، قيام ليل، صدقة، بر أم، ما شاء الله كل يوم في زيادة. ما فيش، لدرجة أن أحد التابعين يقول: والله لو نادى مناد أن القيامة غدا ما استطعت أن أزيد. يعني أنا وصلت الآخر في العبادة، لو قالوا القيامة بكرة أنا والله ما عندي حاجة أزودها خلاص، لأن أنا وصلت آخري.
شوف النهارده التكاسل بقى عن العباده وعن الطاعه وعن والفطور، وزي ما بقول لك كل لما اقابل حد يعني الا ما رحم الله يقول لي ادعي لي، عندي حاله فطور رهيبه، ادعي لي انا جالي انتكاس، ادعي لي ده انا مش عارف حالتي عامله ازاي، ادعي لي ربنا يهديني، خد بالك ادعي لي ادعي لي، ودعائي هو اللي هيخلص لك الموضوع ده. ربنا سبحانه وتعالى قريب، مش محتاج واسطه، مش محتاج ان انا ادعي لك ولا فلان يدعي لك. قوم انت يا مؤمن وادعي واطلب من ربنا، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الله، يا سلام يا سلام على رحمة ربنا وود ربنا سبحانه وتعالى، ودود ودود يتودد إلى عبادي وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يا سلام يا سلام على رحمة ربنا وعلى كرم ربنا سبحانه وتعالى. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا في رواية تانية فهو له، وإن ظن بي شرا فله. هتظن بي ربنا خير هتلاقي الخير، هتظن بربنا شر هتلاقي الشر. فيعني عشان كده شوف بقى اللي هيحصل للشاب ده، الشاب ده هيتقتل والدجال هيقسمه بالمنشار كده نصين، من مفرق رأس لحد ايه اخمص قدمي نصين، وبعد ما يتفرق نصين كده يقول له قم ويحييه امام الناس باذن ربنا سبحانه وتعالى. شوف هيحصل ايه مع الشاب ده. الشاب ده النبي اتكلم عنه في حديثين في غايه الخطوره. الحديث الاولاني رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال، الاول الحديث عن ابي سعيد الخدري بيقول حدثنا رسول الله يوما صلى الله عليه وسلم يوما حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا انه قال ياتي اللي هو الدجال، خد بالك وركزوا معايا قوي والله معلش انا عايز ايه، عايز نعيش تفاصيل الدجال عشان نعرف قد ايه هي فعلا فتنه كبيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لك دي اكبر فتنه ليه حق يقول كده. بيقول لك ياتي وهو محرم عليه ان يدخل المدينه، فينتهي إلى بعض السباخ التي تلي المدينة، أماكن كده قريبة من المدينة فهو يقرب منها لكن ما يقدرش يخش المدينة نفسها، فيخرج إليه يومئذ رجل من خير الناس، وفي رواية هو خير الناس. خد بالك مين اللي بيشهد له؟ وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم. النبي بيقول كده، بيقول الراجل ده اللي هيخرج للدجال ده دوت خير الناس أو من خير الناس. والنبي ما شافوش الراجل ده، يعني احنا دلوقتي شوف معادين 1400 سنة ولسه الدجال ما ظهرش ولسه الراجل ده ما ظهرش، وممكن يكون الرجل دوت ما يعني لحد الآن يعني ما اتولدش أصلا سبحان الله. فإذا بهذا الرجل يخرج إلى الدجال فيقول له، يقول للدجال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثه. فيقول الدجال للناس بقى اللي حواليه أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ تشكوا أن أنا إله؟ فقالوا لا، فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحييه. ده مين بيقول كده؟ ده النبي عليه السلام بيقول الدجال هيقتل الراجل ده أو الشاب ده ثم يحييه. فيقول الشاب بقى، الشاب هو اللي هيقول للدجال حين يحييه والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن. قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه. الله، دجال ظهر، فالراجل ده هيطلع له، الشاب ده هيطلع له فيقول لهم هو ده الدجال اللي النبي كلمنا عنه. فالدجال يعمل نفسه مش واخد باله منه، فيقول للناس ايه رأيكم لو قتلت الشاب ده وأحييته تاني تؤمنوا ان انا ربنا؟ قالوا طبعا. فراح قتله وأحياه بإذن الله. فيقوم الشاب ده اول ما قام ايه قال والله العظيم ده انا الان ازددت يقين في ان انت الدجال زي ما النبي قال لنا صلى الله عليه وسلم. لان الشاب ده ممكن يكون ارى كلام النبي عليه السلام، ولما بعث الدجال وهو راح له هو ما كانش يعرف ان هو الشاب ده، فلما اتقتل واتقسم نصين وقام تاني فقال له انت الدجال، انا ازددت فيك بصيره بفضل الله سبحانه وتعالى. فيحاول الدجال ينتقم من الشاب ده ويقتله فلا يسلط عليه. ايه تفاصيل القصه دي؟ تيجي في حديث تاني بقى، حديث تاني، والنبي عليه السلام يقول ايه؟ يقول هذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول ايه بقى؟ حديث بقى جميل جدا نختم بيه درس النهارده، احنا قدامنا ربع ساعه ونختم الحديث النهارده. عن ابي سعيد الخدري والحديث رواه مسلم ايضا انه صلى الله عليه وسلم قال يخرج الدجال
فيتوجه قبله رجل من المؤمنين. اول ما يخرج الدجال، ركزوا معايا في الحديث ده عشان ان شاء الله هنبدا بقى من الدرس اللي جاي ان شاء الله نتكلم ازاي الانبياء كانوا بيحذروا كل نبي بيحذر قومه من الدجال، وفين الدجال موجود الان، فين هنقوله في الحلقه اللي جايه ان شاء الله، هنقول الدجال موجود فين الان، والقصه بتاعه تميم الداري وقصه الجساسه وهنحكي قصه ابن صياد، واحد شبه الدجال بالملي، كان عايش في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وازاي النبي حاول ان هو يكتشف الراجل ده هو الدجال ولا مش هو الدجال، وكانت قصه كبيره كده ومشكله عويصه جدا. هنعرف كل حد ان شاء الله، الحلقه اللي جايه هتبقى خطيره جدا وفيها مفاجات عجيبه جدا. شوف بقى الحديث بيقول ايه. فالرجل ده يخرج ويتوجه قبل الدجال، يروح للدجال، فيتلقاه الحرس بتاع الدجال، حرس حواليه كبار جدا، رايح فين؟ قال اعمد الى هذا الذي خرج، انا رايح للدجال. فانت بتقول الدجال، او ما تؤمن بربنا، ده ربنا تؤمنش بربنا، فيقول ما بربنا خفاء، وهو ربنا يخفى علينا سبحانه وتعالى، الله لا يرى في الدنيا، وده بيرى ازاي، والله لا عز وجل ليس باعور، وهذا اعور، وهذا مكتوب بين عينيه كافر، فكيف يكون هذا هو الله، ما بربنا خفاء. فيقولون اقتلوه، بعض الحرس يقول اقتلوه، فالتاني يقول استنى تقتله ازاي، انت مش عارف ان ربنا اللي هو الدجال يعني، ان ربنا نهانا ان احنا نقتل اي رجل من دونه، من دوني يعني، لازم نروح الاول ونشوف رأيه ايه وبعدين يقرر هو اذا كنا نقتله ولا لا. قالوا طيب خلاص. فينطلقون به الى الدجال، فاذا رآه المؤمن صرخ، كان الدجال جامع بقى ناس كتيرة جدا عمال بيقول لهم انا ربنا وانا 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 بخلي السماء تمطر والارض بتطلع مش عارف كنوزها وتطلع الزرع بتاعها، فهو واقف فجأة دخل عليه الشباب، الشاب دوت، فقال ايها الناس، الناس التفتت في ايه، قال لهم هذا الدجال الذي ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به الدجال فيشبح، هيتقطع حتت، يلخذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، يمسكوه بقى الحرس هيقعدوا بقى يكسروا فيه ويضربوا فيه ويعوروا فيه ويبهدلوه الشاب ده. فيقول له الدجال أو ما تؤمن بي، فيقول لا أنت المسيح الدجال، فيأمر به فينشر بالمنشار نصفين، يترمي نص كده ونص كده، واضح القصة يا جماعة، يترمي نصين خلاص مات، المفروض انه مات. ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ده نص الحديث، الشاب نص كده ونص كده والدجال يمشي بين النصين، ثم يأمر به ثم يقول له قم قوم، فيستوي قائما، فيقول له الدجال أتؤمن بي، ايه رأيك بقى، دي موتتك وخليتك نصين وأحيتك الآن، فيقول له والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول هذا الشاب للناس أيها الناس إنه لا يفعل ذلك بأحد من بعدي، اطمنوا ما تخافوش، انتوا خايفين منه وفاكرين هو ربنا، هو مش ربنا، بس خدوا بالكم مش هو شقنا نصين، مش هيقدر يعمل الكلام دوت بأي حد بعد مني أبدا أبدا، هو عمل كده فيا لأن ربنا اللي قدر كده، وربنا اللي قدر إن أنا أحيا مرة تانية، لكن ما تخافوش ربنا مش هيسلطه على أي حد من بعدي. فيأخذه الدجال ليذبحه، فتتحول المنطقة بتاعة الرقبة دي كلها، كلها كده، كل منطقة الرقبة دي إلى نحاس، يا الله، فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته أو إلى ترقوته نحاسا فلا يستطيع إليه سبيلا. قال فيأخذ بيديه ورجليه، خلاص مش عارف يذبحه، فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به في النار، اللي هو النهر اللي هو إيه، لو في نار، فيظن الناس أنه ألقي في النار وإنما ألقي في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه القصة، قال فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. شفت يا جماعة، طب عيد الحديث كده بالبلدي، دجال يظهر، حديث رواه مسلم، دجال يظهر ومش قادر يخش المدينة، هيقف عند بعض الأماكن اللي حوالي المدينة، فيطلع له الشاب وهو مجمع بقى الناس حواليه عمال يقول لهم انا الله وانا اللي بحي وانا اللي بأميت وانا اللي بخلي السماء تمطر وانا اللي بخلي الارض تنبت وخلي الارض الخرابه تطلع كذا وبنتقل بين البلدان في سرعه الريح وبعمل وبعمل وبسوي وعندي امكانيات انا ربنا. الناس يا عيني،
في منهم الجاهل وفي منهم لا وفي منهم اللي مؤمن وفي منهم اللي مش مؤمن واللي ايمانه ضعيف فمش عارفين يعملوا ايه، واقفين محتارين. يطلع الشاب ده شاب ايمان، ايمانيات ما بقول لك لن ينجو الا اصحاب الايمان، اصحاب الفطر النقيه الجميله، اصحاب القلوب الموصوله بالله سبحانه وتعالى. خلي ايمانك يزداد، لازم يكون لك ورد قران كل يوم، لازم يكون لك على الاقل ركعتين قيام ليل، لازم تكون لسانك بيلهج بذكر الله، لازم تكوني محجبه، لازم تكون عندك طاعه لله سبحانه وتعالى، اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون عندك بذل لدين الله عشان ربنا يكرمك ويثبتك. فيطلع له الشاب يقول لهم ايها الناس يا جماعه انتم متجمعين حوالين الراجل ده ليه؟ ده دوت الدجال اللي النبي قال لنا عنه. طبعا هو الحرس الاول خدوه الاول ايه خدوه، انت رايح فين؟ قال لهم رايح للدجال. ازاي انت تؤمنش بربنا؟ قال لهم لا ده مش بربنا، ما بربنا خفاء، ربنا لا يخفى علينا. فياخدوه عايزين يقتلوه، التانيين يقول لا ازاي ما نقدرش نقتله الا بامر الدجال اللي هو الههم يعني، ما نقدرش نقتله الا بامر ربنا. فياخدوه للدجال، فالدجال يقول اتؤمن بيه؟ يقول لا والله ما ازددت ايه، والله اني اعلم انك الدجال الذي ذكره لنا رسول الله. ويقول للناس ايها الناس هذا هو الدجال الذي ذكره لنا رسول الله، خدوا بالكم. فالدجال يعمل ايه؟ يوم يامر به فيشبح، يتقطع ويتضرب ويتعور و وبعدين بعد كده ايه؟ يقول ها تؤمنوا به؟ يقول لا انت المسيح الدجال. طب مش كفايه عن الضرب؟ طب تعالى نقتله بقى. يوم جاب المنشار وشق نصين، وبعد ما شق نصين يوم مشي وسطهم، وبعد كده يقول له قم فيقوم. يقول ها ايه رايك بقى؟ تؤمن اني انا الله؟ يقول لا والله ما ازددت فيك الا بصيره، انت المسيح الدجال. فيحاول المسيح الدجال في الوقت ده يقوم جايب سكين وعايز يذبحه، فيمسكه يجي يقطعه من رقبته، يلاقي الرقبه ديت، والحديث رواه مسلم، يلاقي الرقبه دي تحولت الى نحاس، قالب من نحاس. يحاول هيذبح، هيذبح نحاس ما بيذبحش فلا يستطيع. فيقول هذا الشاب للناس ما تخافوش، الدجال لن يسلط على احد من بعدي ابدا. فالدجال متغاظ منه عايز يشيله من قدامه باي طريقه، فيروح ماسكه من ايديه ورجليه ويروح راميه فين؟ هو الدجال ضخم للدرجه دي، ضخم جدا، ضخم ضخامه لا تخطر على قلب بشر، اعظم الناس جسدا. فياخده من ايديه ورجليه ويروح راميه فين؟ في النهر اللي هو ايه؟ من نار. فالناس يعني كانهم عايزين يا عيني شوف اتعمل فيه ايه؟ ضرب واتقتل واحياه تاني ورماه في النار. فيظن الناس انه القي في النار وانما القي في الجنه. يقوم النبي بعلق بقى على الشاب ده ليه؟ فهذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين. ولذلك اختم بالجزئيه البسيطه دي، ان فعلا ليهم حق الانبياء كلهم بلا استثناء، ما فيش ولا نبي منذ ادم عليه السلام والى ان يرث الله والى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الانبياء وكل المرسلين حذروا قومهم من الدجال. ايه الدليل على كده؟ حديث كثيره جدا. الحديث الاول رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قام في الناس فاثنى على الله بما هو اهله، ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركموه، انا بنذركم الدجال، وما من نبي الا وانذر قومه، ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه، إنه أعور وإن الله ليس بأعور. حديث البخاري، حديث البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث نبي، أي نبي، ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب اللي هو المسيح الدجال، ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، وإن بين عينيه مكتوب كافر. يا الله فين الدجال بقى دلوقتي؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه بقى الحلقة القادمة، فين الدجال موجود؟ حديث تميم الداري، حديث الجساسة، حديث ازاي دخلوا على الدجال، ازاي شافوا الدجال، في حد شاف الدجال؟ اه في ناس شافت الدجال الحقيقي مش الدجال المزيف، ما هو في كذا دجال، في دجاجيلة كتير جدا، لكن الدجال الحقيقي المسيح الدجال في ناس شافته وكلمته ووقفت معاه وسألهم وجاوبوه ودردشوا معاه وعرفوا حاجات كتيرة جدا ورجعوا حكوا كل حاجة. وده اللي هنعرفه في الدرس اللي جاي. عشان كده بقول حبايبي ربنا يبارك فيك رب العالمين، في الدقائق البسيطة اللي فاضلة عايز أقول يا جماعة والله لن ينجو إلا أهل الإيمان. عشان كده بقول من دلوقتي حدد موقفك. الفترة اللي جاية ديت فترة فتن وتمكين، ما بقولش فتن وبس، فتن وتمكين.
ربنا هيمكن للأمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وانتم شايفين البوادر ما شاء الله صحوة طيبة مباركة بين الآباء وبين الأمهات وبين الشباب وبين البنات وبين الرجال وبين النساء وبين كل الأوساط بفضل الله سبحانه وتعالى. ناس كتيرة راجعة، كله راجع كله راجع إن شاء الله. الكون ده كله لابد أنه يرجع لربنا، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فالمسألة محتاجة أن احنا نفهم ربنا هيمكن المسلمين، هيمكن المسلمين ربنا سبحانه وتعالى، هيعلي قدر المسلمين، هيعلي قدر المسلمين، لكن احنا كمسلمين لازم يكون لنا دور. المسألة مش مسألة ايه حنا نطمن ربنا هيمكن، الله عز وجل سينصر دينه لا محالة بنا أو بغيرنا. يا عم اطمن الحمد لله رب العالمين، ده دينه سبحانه وتعالى فلابد أنه ينصره. أيوة أنت دورك إيه؟ أنت دورك إيه؟ ماذا قدمت لدين الله؟ إيه اللي أنت عملته؟ إيه اللي أنت بذلته؟ على الأقل أخوي وحبيبي، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت مسؤول عن بيتك، ما تقولش يعني خلاص يعني هي المسألة، لا المسألة متوقفة على كل بيت. كل بيت لو اتصلح الدنيا كلها تنصلح، أحوال الدنيا كلها تنصلح. بدل ما تشغل نفسك بعيوب الناس، بدل ما تشغل نفسك بفلان قال وفلان قالت وفلان عمل والشيخ الفلاني بيعمل والشيخ الفلاني بيسوي والفنان الفلاني بيعمل والفنان الفلاني بيسوي، أكبر جريمة بيرتكبها الإنسان في حق نفسه أنه ينشغل باللي حواليه. والله العظيم تأملت في سيرة الناس اللي نجحت في حياتهم سواء كانوا من أهل الدين أو من أهل الدنيا، ما وجدت واحدا منهم قد انشغل بالناس أبدا أبدا. يقول لك على طول أنا بنطلق لطريقي، أنا في طريقي للنجاح، أنا مالي فلان عمل فلان سوى فلان بيقول في حق فلان بيشتمني. شيء طبيعي، ضريبة الشهرة ضريبة النجاح، أي إنسان في الدنيا ضريبة الشهرة ضريبة النجاح، إن الإنسان لابد إن هو يكون ليه أعداء، أعداء يحاربوه، أعداء يتكلموا عنه، أعداء يؤذوه، أعداء يشهروا به، أعداء يكلموا. ما تشغلش نفسك، فاستقم كما أمرت، انطلق إلى طريقك، انطلق إلى طريق ربنا سبحانه وتعالى، انطلق إلى طريق الجنة، بلغ دعوة ربنا، بلغ دعوة نبينا صلى الله عليه وسلم، حاول تزبط أولادك وبناتك وزوجتك، وحاول تزبط قرايبك، وحاول تبلغ دعوة ربنا في كل مكان. اوعى في يوم من الأيام تفطر بسبب إن فلان قال في حقك كلمة. بالعكس خد بالك من حاجة، كان من أجمل الكلمات اللي قرأتها في حياتي إن أحد الدعاة بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول إذا رأيت من ينقدك في كتاب نقدا سلبيا فألقمه بكتاب أفضل من الكتاب الذي نقدك فيه. يعني واحد بيقول الكتاب ده وحش ومش عارف إيه و وهو بينقد نقد سلبي، يعني ما بيقولش هو وحش ليه، ولو وحش ليه طب ما يقولك هو وحش عشان كذا ومفروض تعمل كذا، وينصحك لله فتنتصح ويكون ده بفضل الله في ميزان حسناته. لكن نقد سلبي لمجرد أنه بيحقد عليك قالك فتعمل إيه علاجها، أن أنت تلقمه بكتاب أحلى من اللي هو إيه بينقدك فيه، تكتب له كتاب أحلى من الكتاب الأولاني. مش تكتبه هو يعني انت بتكتبه اصلا لله، لكن بقول لك يعني ايه تجتهد، بينقدك في محاضره انت احسنت فيها لكن هو بيقول انت اسات، القمه بمحاضره احسن منها. بينقدك لانك انت بذلت مجهود لخدمه بلدك فهو بيقول ايه هو عمل ايه، يعني هو قدم حاجه. ممكن تلاقي عالم جليل جدا بيقدم لمصر بيقدم للسعوديه للكويت لاي دوله خدمه جليله جدا، فتجد من ايه من يحقد عليه او من ينقده. فهو لما يبص للي بينقده مش هيستمر، بالعكس يقول العكس انا ما اشغلش نفسي بان انا يعني اشوف النقد الهدام ده، انما اشغل نفسي بالنقد البناء، واشغل نفسي ان اقدم اكتر واكتر واخدم بلدي واخدم ديني واخدم حبايبي، وعمري ابدا ما اتوانى ابدا عن خدمه ديني وبلدي ووطني وحبايبي. هي دي المساله، ان فعلا الفتره الجايه دي فتره بذل، الكل لابد ان يبذل قبل ظهور المهدي عليه السلام، الكل لابد ان يبذل قبل ظهور قبل نزول عيسى عليه السلام، علشان تكون لبنه في جدار الخلافه الاسلاميه التي ستقام قبل المهدي او في زمن المهدي. عشان كده بقول لحضرتك ان انت لازم تراجع نفسك وتقف وتعمل كشف حساب، انا قدمت ايه لنفسي اولا؟ انجو بنفسك، وقدمت ايه لاسرتي حبايبي؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايتي، وقدمت ايه لديني؟ وقدمت ايه لبلدي؟ احط اعمل كشف حساب وشوف عملت ايه، لو ما عملتش اعمل، ولو عملت زود. خد بالك المؤمن دايما يطمع في الزياده، خد بالك يعني كانت كلمات بسيطه
والحقيقه يعني الوقت بيجري بينا، لكن عايز اقول حبايبي ربنا يبارك فيكم رب العالمين، فكروا من دلوقتي احنا ممكن نعمل ايه علشان نخدم ديننا، وعشان نكون فعلا، ويا ريت كل واحد يقترح فكره ويقول انا هعمل كذا، واللي تقول انا هعمل كذا، علشان لما يظهر المهدي عليه السلام نقول له احنا عملنا وبذلنا، كنا سبب بفضل الله في عودة المسجد الأقصى، لأن المهدي لن يظهر بفضل الله إلا إذا عاد المسجد الأقصى إلى حظيرة الإسلام والمسلمين. أسأل الله عز وجل أن يعجل لنا بعودة المسجد الأقصى، وأن يكرم إخواننا في فلسطين. اللهم أغثهم يا رب العالمين، وانصرهم على أعدائهم، وأعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، واجمعنا دائما على الخير وعلى الطاعة وعلى الحق، واجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نجح طلاب المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وألف بين قلوب المسلمين، وأعز الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نجنا من الوباء والغلاء يا رب العالمين. اللهم زوج شباب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، وارزق من حرمت من الذرية بذرية طيبة مباركة يا رب العالمين. واجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ألقاكم يوم الاثنين اللي جاي، بحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.